هذا وأكد رئيس الجمهورية إدريس بيتنو تبرئته من التهم الملفقة ضده بالارتشاء من قبل بعض الشركات الصينية المستثمرة في البلاد في مجال البترول طبقا لما أورده القضاء الأمريكي. سمعت في الأيامات الفاتدة قالوا لكم رئيس كوناد مرتشي، وأنا نقول زيك وزي أي إنسان صحراوي كن سميت كلام ما صحيح، وقالوا فوقك ده سوي أدانك مش الما سميتا زي ما نقولوا الجمل ماشي والكلب بمبا، عشان ده كلك خطط سياسية بدوروا بيدمروا فوق بلدنا تشاد وبيدوروا بنزعوا منا سيادتها، عشان ده ما بيسوي لنا شيء. عشان نقول لكم كلام واحد، رئيسكو بريء ابيض ما عنده شيء، والشركات القاعده هنا ده خلي الشركه واحده بتقول انتني انا دولار واحد يو قاعدين خليها سادو انسم دولار. وفي ختام كلمتي نعبر لكم عن امتناني وشكري لجميع القيادات ومسؤولين الدينيين الخدم كلهم كي عشان يتربوا ويبنوا ثقافه عن السلام والتعايش والتسامح بشده في وطننا. عشان ده انا عزمكم اعزائي القاده الدينيين لمتابعه الامل ده بنفس التوجه وبنفس العزيمه، والله يبارك في بلدنا تشاد. واشاد رئيس الجمهوريه إدريس بيتنو باهميه التعايش السلمي والمحافظه عليه. واجب علينا بدون كبرياء عشان نفره أننا قمنا بأمل مهم وأساسي بفره تشاد خارج الحدود الوطنية. الفضل أن الخدمة السمحة دي يقبل لي كل التشاديين الفهموا بأن القوة المشتركة قادة في الوحدة والأخوة والمحبة. كبير الدولة البريزان إدريس ديبي بيقول اليوم أنتم نجحتوا في المعركة دي وواجب تزودوها، وقال النصر ده مكسب، مكسب حقيقي وما نخلو أي شيطان أو إبليس يلف فوقه. نعم أنينا إن نصرنا نصر كبير في خوان الشر والكراهية، لكن أنقروا ما نخفف الحراسة ونكون حذرين، وواجب لنا عشان نستمر في الأمل من أجل حفاظ عن المكاسب النبيلة دي، ونوروكو بسبب عن المكاسب العديلة دي أنينا سوينا لنا أعداء، ونوروكو أعداء عن بلدنا ده ما دلوا سلاحهم بصورة كاملة وقاعدين دائما يقوموا بخطط مكروهة عشان يضعفوا قواعد وحدتنا الأخوية وتعايشنا الوطني. عشان ده واجب للتشاديين والتشاديات في أي وقت وفي أي مكان عشان يكونوا حاضرين. وتطرق أيضا رئيس الجمهورية إلى أهمية استغلال شبكات التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي وعدم الانخراط في المواضيع الهادفة إلى التضليل. من شهور كثيرة في ظاهرة خطيرة جدا على الوحدة الوطنية قاعدة تزيد وتتطور، وهي شبكات عن التواصل الاجتماعي أو ما نسموه الريزو السوسيو، البقت اليوم مسرح عن الخلافات القبلية والطائفية، وده شبابنا الما عندهم طائف ده ما عارفين بيشوف الموضوع ده، لأن عنينا إشنا في موضوع هم ما عاشوا. عشان ده أنا قريت مثل الكثيرين منكم الرسائل القاعدة تنشر الكراهية والإقليمية والخلافات العقائدية والدينية. أنا أتعجب وأندهش مرة واحد من الكلام المر ومن الألفاظ والتعابير اللي بكتبوها شبابنا عشان يخوضوا المعركة الحمقة والغبية الما عندها فايدة. وأنا نقول لهم لا يا عايزي الشباب، لا يا عايزي الشباب، أنتوا ماشيين في الدرب الما عديل اللي بوديكوا في النقرة والانحراف. الصفة دي ما عديلة لأن أنتوا عندكوا دين وعندكوا أديان ما شاء الله، ونطلب منكوا بصفتي كضامن للوحدة الوطنية أن تحاسبوا ضميركم الفردي والجماعي وتوقفوا أجل العادات العقيمة دي الملزوزة باعتبارات فقرية وبخيلة. على كل حال الانترنت الكان أداة وأوتي سمها لزمانكو ده ما واجب تستعملوها لأغراض تقسيمية أو سياسية، وندور منكوا قبل كل شيء عشان تستفيدوا من الجانب السمي عن شبكات التواصل الاجتماعي الرزو سوسيو ده، عشان تقدموا لكم فرصة للتواصل وزيادة عن إلمكم وفكركم. كما ندد رئيس الجمهورية إدريس بيتنو بشدة عن ظاهرة الاتجار بالبشر التي تشهدها ليبيا هذه الأيام، وهذه الظاهرة غير حميدة ويجب ملاحقة مرتكبيها على حسب قوله.
Nous avons vu les images traumatisantes de ces jeunes migrants vendus comme des esclaves en Libye. أنينا شفنا الفوتو والصور عن الشباب الأفريقيين الباقون في ليبيا مثل العبيد أو باقون كعبيد. الصور دي زعلتنا كلنا كي وزعلت المجموعة الدولية. اسمحوا لي عشان ننتهز الفرصة عشان ندين بشدة الأمل هنا القرون الوسطى. العمل ده الناس تركوه من زمان وعنينا قلنا ناس دخلوا لكن ما زال ناس واحدين قاعدين بيسووا فوقه. والأمل ده هو أمل حقير وما مسموح بيه. أفريقيا واجب تتحرك أجل عشان تنجي الشباب الأفريقيين دول ضد ضحايا عن البربرية وهن الرجال البكره البشرة السوداء أو الجلد الأزرق. بلدنا تشاد من جانبها مستعدة عشان تقوم بالأمل، والاتحاد الأفريقي والدول الأفريقية واجب تقوم مثل الراجل الواحد عشان يظهر الناس البعبد الناس في القرن الواحد وعشرين. أنا ما ممكن نسمح بكونه في القرن الواحد وعشرين زمان. في القرن الثمنتاشر ده في ناس قاعدين بتاجروا عبيد في البلاد المغرب العربي الرباط الجزائر تونس وبعض الدول دي، لكن بريطانيا العظمى وقفت الكلام ده من زمان. عشان ده أنا نقول لكم اليوم رسالتي طويلة وإنتوا تفهموا المواضيع المهمة اللي أنا كلم فوقها.